في السوق السعودي وقبل إغلاقه بدقائق نلاحظ أن الجميع على تراجع، قطاع الاستثمار الصناعي متراجع بنقطة واحدة، قطاع العقاري متراجع بخمس نقاط، قطاع الاتصالات على تراجع بتسع نقاط، قطاع الخدمات متراجع بتسع عشر نقطة، أما قطاع الزراعة مرتفع بأربع نقاط، إذن حاليا ست قطاعات على ارتفاع والباقي على تراجع، قطاع البناء متراجع بخمس وثلاثين نقطة، قطاع الصناعة على تراجع، الإسمنت متراجع بثمانين نقطة، وقطاع التجزئة على تراجع، الأعلام متراجع ب 64 نقطة. إذا معظم القطاعات على التراجع، أما القطاعات المرتفعة فقط ست قطاعات حاليا على ارتفاع، أما الأسهم المرتفعة 65 شركة على ارتفاع، والأكثر ارتفاعا فيبكو مرتفع بالنسبة القصوى 10%، الشرقية الزراعية على ارتفاع أيضا بالنسبة القصوى 10%، الدرع العربي مرتفع بنسبة 7.5%، أنعام القابضة مرتفع بنسبة 6.19%، حائل الزراعية مرتفع بنسبة 5.5%. إذن 66 شركة على ارتفاع، أما الشركات المتراجعة عددها 55، التصنيع هو الأكثر تراجعا بنسبة 9.13%، المتقدمة على تراجع بنسبة 5.19%، جري على تراجع، زجاج متراجع بنسبة 25%، الأبحاث على تراجع بنسبة 5.5%. إذن التصنيع هو أدنى سعر له تقريبا، وهو الآن متراجع بنسبة الدنيا 10%. ننتقل الآن إلى الأسهم الأكثر نشاطا من حيث الكمية. بنك الإنماط تداول عليه تجاوز 66 مليون ونصف المليون سهم، سابق التداول عليه حاليا تجاوز 10 مليون سهم. أما زين، معادن، كيان، هذه الأسهم الثلاث حاليا على استقرار. الأسهم القيادية نرى مشاهدينا أن سابق ما زال عند 60 ريال ونصف ريال، متراجع بنسبة 1.16%، الاتصالات على التراجع، الكهرباء على التراجع. أما السهمين الذين يخالفون الآن أداء المؤشر الراجحي على ارتفاع بنسبة 13%، وسامبا الآن على ارتفاع بنسبة 1.16%. إذا مشاهدينا، السوق السعودي وقبل إغلاقه بدقيق يقلص من خسائره، والآن فقد من رصيده ما يقارب 30 نقطة. نعود إليك شيرين. شكرا لك داليا. الآن مشاهدينا نبدأ بأخبار الشركات وأسترا، حيث وقعت أسترا الصناعية عقدا مع وزارة الصحة السعودية بقيمة 37 مليون و800 ألف ريال سعودي لتوريد الأدوية للمملكة من خلالها. جاء هذا العقد من ضمن خطة تشمل توزيع ثلاثة عقود لعدة شركات محلية بقيمة 100 مليون ريال سعودي، وقد حصلت كل من المؤسسة التجارية والشركة السعودية للتوريدات على العقدين المتبقيين. وجاءت هذه العقود امتداء لسلسلة عقود أبرمتها الوزارة مع عدة شركات وطنية وأجنبية بإجمالي مبلغ قدره مليارين و296 مليون ريال سعودي. أعلن بنك يونيكورن للاستثمار البحريني عن حصوله على ترخيص من هيئة أسواق المال بالسعودية لتأسيس عملياته بالمملكة، وسيركز البنك على تزويد السوق بمجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات الإسلامية المصرفية الاستثمارية، مع السعي المتواصل لطرح الحلول التي تلبي احتياجات العملاء. يذكر أن بنك يونيكورن للاستثمار يتخذ من مملكة البحرين مقرا له، مع وجود شركات تابعة له بالولايات المتحدة وماليزيا والإمارات وتركيا. إلى القطاع المصرفي وسامبا، حيث افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي أمس، افتتح الفرع الأول للبنك سامبا السعودي في دولة الإمارات الذي يتبع شركة سامبا السعودية المساهمة. يذكر أن سامبا كانت قد حصلت مؤخرا على موافقة الجهات الرسمية المعنية في دولة الهند بالسماح للمجموعة بمزاولة أنشطتها المالية هناك. هذا وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا بأن المجموعة تدرس الاستحواذ على بنوك إقليمية أو شراء حصص الأغلبية في تلك البنوك، مشيرا إلى أن بعض هذه الفرص نتج عن تأثر بالأزمة التي تعصف بالأسواق المالية العالمية حاليا. أيضا في القطاع المصرفي، قرر البنك السعودي الهولندي إصدار صكوك بقيمة تصل إلى المليار ونصف تطرح للاكتتاب في السوق المالية السعودية، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بالرياض في ظل الظروف المالية الحالية للمملكة
وبحضور 80% من حملة الأسهم، كما اعتمدت صندوق أسهم لصالح موظفي البنك بشروط وصلاحية يعتمدها مجلس إدارة البنك، وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية. أخيراً، أصدرت هيئة سوق المال السعودي بياناً ذكرت فيه أنه سيتعين على جميع الشركات المدرجة بالمملكة الامتثال لقواعد حوكمة الشركات، حيث ذكرت الهيئة أن القرار جاء انطلاقاً من استراتيجيتها التدريجية في فرض إلزامية بعض الأحكام المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عنها، مما يعزز مستوى الإفصاح والشفافية وحماية حقوق المساهمين. وأضافت أن الإفصاح عن تقارير مجالس إدارة الشركات سيصبح إلزامياً بدءاً من العام القادم. الآن مشاهدينا، أرحب بضيوفي. أولا الدكتور عبد الرحمن الطريفي، ضيفي في الاستديو، تحية لك دكتور. أهلا ستشيني. وأيضا مشاهدينا معنا عبر الأقمار الصناعية، ومن جدة تحديدا السيد فايز الحمراني، محرر اقتصادي بالشرق الأوسط. مساء الخير سيد فايز. مساء النور يا هلا. سيد فايز، البداية ستكون معك. لاحظنا اليوم التراجعات في السوق السعودي، ولكن هناك محاولة واضحة من السوق لتقليص الخسائر التي بدأها منذ بداية الجلسة. نلاحظ أنه الآن يفقد فقط 14 نقطة اليوم، كيف تقيم أداء المؤشر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بضيفك الكريم الدكتور عبد الكريم. حقيقة بالنسبة للوضع العام للسوق، لازال الضعف وارد إلى الآن، والسيولة لازالت قليلة. من الملاحظ أن الفترة الماضية كان الدور الكبير اللي قاعد يضغط على السوق هو قطاع المصارف، وأيضا قطاع البتروكيميكال. لاحظنا قطاع البتروكيميكال بعض الشركات سجلت مستويات دنيا جديدة لم نشاهدها إلا من تقريبا يعني 4 سنوات أو 5 سنوات ماضية، تقريبا عام 2004. نعم. يتضح من هذه السلبية الموجودة بالقطاع البتروكيميكال أن الأزمة المالية والأزمة الحالية الراهنة احتمال يكون لها دور كبير جدا في عملية خفض الإيرادات لهذا القطاع، وبالتالي عملية النزوف أو العزوف من قبل المستثمر هذا القطاع يعتبر أمر طبيعي وارد في هذه المرحلة. سيد فايز، ابقى معنا. أعود مجددا إلى ضيفي بالاستديو دكتور عبد الرحمن. يعني من الملاحظ هذه عمليات ربما يعني نوعا ما شراء متأخرة دخلت على المؤشر. الآن المؤشر يفقد 10 نقاط، ولكن قيم التداولات لا تزال اليوم يعني ضعيفة، 4 مليار تقريبا و 800 مليون. لا، اليوم الملفت للنظر بالفعل سامبا، أكثر شركة أولا، أكثر يعني الشركات التي حققت أرباح، كما نشاهد أن لغاية الآن حوالي درهمين ربع أعطت المؤشر قوة. أيضا قطاع البنكي لا زال هو باللون الأخضر، لأنه كما نشاهد بنك الإنماء باللون الأخضر، وكذلك أيضا سامبا وباقي البنوك السعودي الفرنسي والهولندي. اليوم قطاع البنوك هو الذي يدعم عملية عدم الانجرار وراء الانخفاضات الحادة. بالفعل وصل حوالي 100 نقطة، والآن تقلص إلى الانخفاض حوالي 9 نقاط. أنا برأيي أن قطاع البنكي يعني هو القطاع المعول عليه، على أساس أنه أصبح الآن داعم للمؤشر وليس ضاغط للمؤشر. المؤشر اليوم الضغط على المؤشر كان يعني قطاع صناعة البتروكيماويات. بالضبط، هو قطاع صناعة البتروكيماويات هو أكثر القطاعات اللي أثر فيها بالنسبة للقطاع الاستثمار في الانخفاضات. أنا برأيي أن السوق السعودي اليوم كان أحسن الأسواق، تماسك بعض الشيء. نعم. لكن لا زالت عمليات الخوف والهلع في نظري أنه يعني هي المسيطرة على السوق. شركة سامبا اليوم كانت من الشركات الجيدة، كما نشاهد أنها حققت أرباح حوالي 3.7%. برأيي أن أعطت الأخبار الجيدة بافتتاح فرع لها في دبي، وستفتح فرع في الكويت، وستفتح فرع أيضا في البحرين. أنا برأيي أن هذه أعطت أخبار جيدة، أن المستثمرين بدأوا نوع من التفاعل مع هذه الأخبار. إذن أستاذ فايز، يعني هذه الأخبار التي قرأناها وسمعناها عن شركة سامبا افتتاح فرع بدبي وقريبا فرع بالهند، برأيك هل كان لها التأثير المباشر؟ لذلك اليوم عدنا وشاهدنا سهم سامبا يرتفع من جديد بعد كل التراجعات. أنت تعلم أنه سجل أدنى سعر له تقريبا منذ 3 سنوات و9 شهور. صحيح، مصرف أو بنك سامبا يعني التحرك الإيجابي من ناحية الاستثمار أو خلق فرص استثمارية خارجية عن نطاق أو الإطار الداخلي للعمل لدى البنك يعتبر شيء إيجابي، وهذا يعني يعطي إيحاء
ان هي صحيح حققت ارباح ولكن هي خسرت من ارباحها العام الماضي، وهذا تعتبر يعني ايجابي نوعا ما اذا ما قارنا بال 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 بعمليه الاستحواذ او الافكار والخطط المستقبليه للبنك، خاصه ان الان بدا يتجه للاسواق الاخرى يعني الخليجيه الموجوده الان بالمنطقه، وهذا امر ايجابي. لكن الملاحظ ان تاثير الازمه لا زال يعني زي ما تفضل الدكتور من ناحيه سيكولوجيه ومن ناحيه نفسيه لا زال سلبي جدا الى الان. الامر السلبي ايضا انه عمليه التداولات والقيمه التداول لا زالت منخفضه جدا عند هذه المستويات. المفروض عاده عند هذه المستويات يعني يكون في عمليه شراء مقننه لبعض الشركات، ولكن الضغط القوي اللي حاصل من قطاع البتروكيميكال اثر بشكل كبير جدا بحكم القطاع البتروكيميكال هو القطاع الرئيسي اللي كان يقود السوق، ولكن من الواضح ان الاستراتيجيات او تبادل المراكز بين القياديات اصبح واضحا خلال الفتره الماضيه. انت مع هذا التبادل سيد فايز؟ نعم، انت مع هذا التبادل الراجح يقود السوق؟ هذا شيء ايجابي طبعا ومفيد جدا. نعم. يعني احتماليه كبيره يكون لا زال القطاع البتروكيميكال يواصل عمليه الهبوط، لكن لابد. نعم. يكون في ليدر او قائد جديد للسوق في الفتره الراهنه، خاصه انه في بعض الشركات الصغيره والمتوسطه خالفت المسار العام للسوق، ولاحظ الفتره الماضيه بعض الشركات ترتفع الى مستويات عليا جدا بنسبه 10% وبعضها كسب تقريبا 50% خلال الفتره الماضيه. ايضا في نقطه مهمه انا بدات استشفها في عمليه التداولات، انه في دخول بعض الصناديق والمؤسسات الماليه ايضا الصناديق الاستثماريه على بعض الشركات المحدده اللي يتوقع انها وصلت الى مناطق سعريه جيده للاستثمار، وهذا. نعم. يدل بالفعل ان السوق الان متاثر بالازمه الاقتصاديه وبشكل واضح خاصه على قطاع البتروكيميكال تحديدا. نعم سيد فايز، ابقى معنا، سنستعرض إغلاق السوق السعودي الذي استطاع أن يرتد من جديد ويرتفع. إذن قبيل الإغلاق لاحظنا عمليات الشراء المتأخرة التي دخلت على المؤشر وارتدت به، طبعا قاد هذا الارتداد اليوم من الواضح أنه سهم سامبا شهدنا ارتفاع أما سهم سابق فهو تقريبا عند مستوياته السابقة. الراجحي اليوم نلاحظ أن هذا السهم يواصل أو يشهد ارتفاعات ولكنها ارتفاعات طفيفة تقريبا تصل إلى 1%. أيضا قطاع البنوك كما ذكر الدكتور عبد الرحمن اليوم يدعم المؤشر ب 165 نقطة ليغلق المؤشر على ارتفاع ب 19 نقطة. نعود مجددا إلى داليا وتفاصيل إغلاق السوق في هذا اليوم. مشاهدينا، السوق السعودي عكس أدائه والآن يشهد الارتفاعات طفيفة تجاوزت 19 نقطة وبنسبة ارتفاع 13%. إذن بعد إغلاق السوق السعودي يوم أمس فاقد 300 نقطة، اليوم يعكس أدائه ويزيد إلى رصيده 19 نقطة، المؤشر عند 5485 نقطة. هذه الارتفاعات تأتي بدعم من 70 شركة على ارتفاعات، 44 شركة خالفوا أداء المؤشر والآن على تراجع عند الإغلاق، وعشر الشركات على ثبات واستقرار. القطاعات معظمها على ارتفاع، قطاع البنوك هو القطاع الأكثر دعم لأداء المؤشر، إذن بارتفاعه قبل قليل هو الذي دعم المؤشر واستطاع المؤشر أن يرتفع. إذن قطاع البنوك مرتفع ب 428 نقطة، قطاع التأمين مرتفع ب 13 نقطة، قطاع السياحة مرتفع ب 87 نقطة، قطاع الاستثمار على ارتفاع ب 11 نقطة، وقطاع الاستثمار الصناعي مرتفع بنسبة 13%. أيضا الزراعة على ارتفاع ب 13 نقطة، قطاع النقل مرتفع ب 6 نقاط، قطاع العقاري مرتفع ب 5 نقاط. أما القطاعات المتراجعة نلاحظ أن قطاع الخدمات متراجع تراجع طفيف بنقطتين فقط، قطاع الاتصالات أيضا متراجع ب 4 نقاط. إذا بإكمال أداء القطاعات في السوق السعودي عند الإغلاق، قطاع البناء متراجع ب 13 نقطة، قطاع الإسمنت على تراجع، التجزئة متراجع ب 94 نقطة، قطاع الصناعة متراجع ب 97 نقطة، وقطاع الآلام أخيرا متراجع بنسبة 23%. إذن معظم القطاعات على ارتفاع الآن، أما الأسهم الأكثر ارتفاعا كما ذكرنا 70 شركة على ارتفاع، والأكثر ارتفاعا فيبكو المرتفع بالنسبة القصوى 10%، الشرقية الزراعية مرتفع بالنسبة القصوى أيضا 10%. إذن السهمين الآن على ارتفاع بالنسبة القصوى، أما الدرع العربي مرتفع بنسبة 9.14%، مسك على ارتفاع بنسبة 8.18%، وملاذ التأمين مرتفع بنسبة 8.5% عند 38 ريال. أما الأسهم المتراجعة اليوم عند الإغلاق وفي نهاية هذه الجلسة، 44 شركة على تراجع، وسهم التصنيع هو المتراجع بنسبة الدنيا 9.13%.